قال يان يونجون المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إنه مندهش من تعليقات قائد القوات الأمريكية في المحتل هادي هاري هاريس بشأن قضية بحر سين الجنوبي، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تفتقر إلى المناطق السليم. هذا وكان الأميرال هاريس قد قال في خطاب ألقاه يوم الأربعاء الماضي إن الولايات المتحدة ستواصل تحدي موقف الصيني من قضية بحر سين الجنوبي، كما يعتقد شخصيا أن الجزر ليست تابعة للصين على حد قوله. ودحض يام ذلك الادعاء قائلا إن هناك أساسا تاريخيا وشرعيا لسيادة الصين على هذه الجزر. أما حول كيفية حل الصراعات فقال يام إن المفاوضات مع الدول المعنية مباشرة تعاد موقف الصين الدائم، وإن الصين لا تحتاج إلى تدخل الآخرين في هذه الشؤون، مضيفا أن هاريس بحاجة إلى معرفة المزيد من تاريخ بحر سين الجنوبي قبل أن يتلي بوجهة نظره الشخصية غير المسؤول.